السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا الجديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. برج الحوت، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الحوت، الفتره دي انت حاول تاخد قرار صح في حياتك حتى لو مره. بص بقى يا برج الحوت، التاريخ بتاعك 8/8/2022. برج الحوت، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص، فنجان برج الحوت لشهر يوليو مرسوم رسم بيدل على النشاط وعلى الرزق، بس حاسس انه حياته متكتفه وعايش في دوامه. لحد الان عايش في دوامه. طيب ايه الشجره اللي متفرعه عندك دي يا برج الحوت؟ برج الحوت، اول حاجه حياتك متلخبطه. طب ليه؟ بسبب العين وبسبب السحر اللي معمول لك. طب هنبدا بيه ازاي وهنتكلم عنه ازاي؟ اول حاجه، برج الحوت ما بيعرفش يكتم حاجه، ما بيعرفش يخبي حاجه، وده عامل له مشاكل كتير جدا 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 في حياته. يعني اقدر اقول كمان ان انت اللي جايب لنفسك العين والحسد. الناس لما بتشوفك دايما بشوش وبتضحك وبيقولوا لك ده انت سنك اصغر من شكلك، ده انت مش عارفه ايه، دايما بيتكلموا عليك يا برج الحوت. دايما اقرب الناس ليك هما بيتكلموا عليك. لما بيشوفوك ان انت كلامك حلو وشكل جميل، برج الحوت من الشخصيات الانيقه جدا، بتحب اللبس، بتحب الخروج، قلبهم طيب جدا. يمكن اكتر حاجه موقعهم في مشاكل قلبهم، طيبه قلبهم دي بتوقعهم في مشاكل كتيره جدا جدا جدا. بص يا برج الحوت، الفتره اللي جايه دي شهر يوليو عايزك تنتبه وتخلي بالك كويس جدا. عندك حسد من اقرب الناس ليك، في عز خنقتك وضيقتك بتداري، بتلبس قناع مش قناعك خالص، بتحب ان انت دايما تبان بالهزار والضحك، بس انت غير جواك غير كده ومحدش بيحس بيك، محدش بيحس بيك. كم مرة يا برج الحوت انت فرحتك ما تكملش؟ كم مرة يبقى داخل على موضوع وبرضو الموضوع ما يكملش؟ كم مرة تتكسر من اقرب الناس ليك وترجع تديهم فرصة تاني؟ دايما بتحب تدي الناس فرص، بس لما بتقفل من حد بتقفل منه والسلام خلاص كده، بس قلبك برضو طيب. دايما العين عليك يا برج الحوت حتى في اسوأ حالاتك. خف شوية من الابتسامة اللي على وشك علشان خاطر الناس تبطل حسد وتبطل كلام عليك. انت هنا يا برج الحوت قاعد وعم بتدور على الامان، دايما في كل مكان بتدور على الركن اللي فيه امان وتقعد فيه. بتحب الدوشة من وقت للتاني، بس بتحب الفرحة اكتر. يعني بتحب ان انتوا تكونوا متجمعين مع العيلة مع الاحباب، بتحبوا الفرح يا برج الحوت انتوا، بس دايما عندكم حزن. دايما الناس، يعني انتوا بقيتوا دلوقتي بتدوروا على الامان بسبب التجارب السيئة اللي انتوا عشتوها في حياتكم، عشتوا اكتر من تجربة سيئة. ده غير كده ان انتوا خاب ظنكم في بعض الناس اللي حواليكم، وعشان كده بدأتوا الفترة اللي جاية لشهر يوليو هتعتمدوا على نفسكم اكتر، وهتكتفوا بذاتكم، وهتركزوا بس على حياتكم وعلى المشروع اللي في بالكم، ومش هتسمحوا لأي حد خالص يضايقكم ولا يوتركم زي الأول. يعني هتبدأوا تدوا كل واحد مكانه، مش هتدوا أي حد فرص زي الأول. في الأول انت كنت فتحها سبيل، كنت أي حد يزعلك يجي عليك كنت بتدي فرصة مرة واتنين وثلاثة. دلوقتي هتبدأ الأمور تتغير، هتدي كل واحد حجمه فقط لا غير، مش هتدي حد أكتر من حجمه. يعني كل واحد هتديه حجمه يا برج الحوت. ما بقيتش بقيت هتعامل الناس بدقة تفاصيل شوية. من وقت للتاني هتكون محتاج ان انت تغير جو، محتاج رحلة، محتاج حاجة تغير جو. حاول ان انت الفترة اللي جاية تخرج، تعمل اي حاجة مفيدة تغير من الطاقة السلبية اللي جوه جسمك. طيب بص يا برج الحوت، او فتاة الحوت، او شخصية الحوت، دايما بيهتموا بأدق التفاصيل البسيطة.
ادق التفاصيل البسيطه دي بتديهم نتيجه رهيبه. يعني ايه؟ يعني لو في موضوع شاغلهم او في حاجه ما عجبتهمش يفضلوا يفكروا فيها مره واثنين وثلاثه وعشرين لحد ما يجمعوا الخطط ويجمعوا الافكار ويربطوا الاحداث كلها وبتطلع النتيجه مبهره. برج الحوت ده من اكتر الشخصيات اللي هي بتهتم بادق التفاصيل. بص كمان يا برج الحوت، انت هنا عندك مشكله ملخبطه لك حياتك، عندك مشكلة ملخبطة لك حياتك، فكرت فيها كتير جدا جدا ومش عارف تعمل ايه حاليا، واقف ومش عارف تاخد القرار ما بين الاتنين، خايف من القرار الاول اللي هو على كرامتك وعلى مشاعرك واحساسك، وممكن التاني يسبب لك اذى. في الحالتين انت عندك تردد يا برج الحوت، شايفة انه عندكم نفور بينك وبين الشريك او عايزين تنفصلوا او بتفكروا في الانفصال او حاسين انه عندكم لخبطه بينكم وبين الشريك ومش عارفين تعملوا ايه. مين حرف الايه؟ مين حرف الالف عندكم والاتش؟ الايه والاتش شايفين؟ او اتمنى تكون انتوا بتعرفوا تفسروا. شايفين يا برج الحوت عندكم حرف الايه وحرف الاتش، مين عندكم الحرفين دول؟ الله اعلم. عندك حمامة هتجيب لك خبر حلو او انت منتظر خبر حلو الفترة اللي جاية. نشوف فنجانك يا برج الحوت بيقول لك ايه. ان شاء الله باذن الله يكون خير. بص يا برج الحوت، اول شهر يوليو عندك تفاؤل وعندك خبر حلو جدا جدا، وهقدر اقول لك ان انت هتطلع من القلق والحيرة اللي انت فيها. بس احب اقولك كمان ان انت من وقت للتاني بتفقد الامل في كل حاجة، بتفقد الامل في كل حاجة. طيب الناس اللي سحرت لك والناس اللي اذتك دول عندهم حالة وفاء، وعندهم هتلاقيهم كده دماغهم مشغولة بحاجات كتيرة جدا. باذن الله ربنا هيبعت لك رسالة حلوة او حلم حلو او تعويض حلو من الناس اللي اذتك وكسرت قلبك وعملت لك تشوش في حياتك واذتك كتير جدا. هيبقى عندك رزق حلو جدا وعندك فرحة وعندك امور حلوة جدا. انت دعيت ربنا كتير وربنا استجاب ليك، انت دعيت ربنا وربنا استجاب ليك. طيب قول لي يا برج الحوت، انت ليه هنا حزين وشايل هم؟ ليه شايل هم الدنيا كلها على كتفك رغم ان انت بتحب البساطة، رغم ان انت بتحب اللطافة، بتحب الهزار والضحك، ودايما ما بتحبش تبين ان انت شايل مسؤولية، بس انت هنا برضو المسؤولية على كتفك تقلت زادت. انت لو عرفت يا برج الحوت العوض اللي ربنا كاتبهولك صدقني مش هتزعل ابدا على اي حاجة راحت منك. نصيبك هيجيلك لحد عندك، العوض صدقني هيفرحك وهيسعدك وهيريح بالك، لان العوض والجبر اللي ربنا هيكتبه لك وهيجبرك بيه صدقني هيخليك تنسى اي وجع واي صدمه واي كسره ما كانش ليك نصيب فيها. بص يا برج الحوت، انت هنا عندك رزق وفير، عندك مشروع فيه ناجح، عندك خير باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. دايما خلي املك في ربنا كبير وعندك امور حلوة جدا جدا. انت صبور جدا، محب للحياة، بتحب الناس جدا، واللي في ايدك مش ليك، اللي في ايدك مش ليك، بس دايما الناس بتفهمك غلط، دايما الناس بتفهم ان انت بتسامح كتير، ده طيبة، ده مش عارفة ايه، ده ضعيف. لا انت غير كده خالص، انت بس من جواك نظيف ونقي، من جواك نظيف ونقي، بتحب الناس وبتحب تعاملهم بشخصية جميلة، بس محدش يستاهل زي ما انت فاكر يا برج الحوت. برج الحوت انت لما بتحب تعيط بتحب تقفل كل البيبان عليك، ما بتحبش حد ابدا يشوف دموعك. كرامتك عندك فوق اي حاجة، عزة نفسك دي بتمنعك عن اي حاجة. انت لو قاعد في مكان يا برج الحوت وحسيت نفسك تقيل بتقوم وتنسحب من حتى لو انت فين، يعني ما بتحبش تكون تقيل على حد. السحر اللي معمول لك ده من اقرب الناس ليك، انت محسود من واحدة ست، محسود من واحدة ست مش راجل.
الست دي خبيثة، خبيثة جدا، صايباك بالعين حتى بالأمارة يا برج الحوت. انت من وقت للتاني بتحس بضيق في صدرك، وبتحس ان انت فاقد الشهية، حاسس بالكسل والخمول والحزن، وبتحس ان انت عندك في الكتف هنا جبل، بتحس بأحلام مزعجة، ألم في المفاصل، القولون، بيجيلك من وقت للتاني صداع في دماغك وعدم النوم، وبتحس بالتشوش لدرجة ان انت مش عارف تاخد القرار من كتر العصبية اللي انت فيها. صح يا برج الحوت؟ صح يا برج الحوت. من وقت للتاني بتحس ان انت بتسند على الحيطة كده ومش قادر، هتحس نفسك هتقع وهيغمى عليك. صح؟ عندك دوخة يا برج الحوت بتجيلك من وقت للتاني. مشكلتك يا برج الحوت طيبة قلبك، ما بتعرفش تكتم حاجة زي ما قلت لك، ما بتعرفش تكسف حد، ما بتعرفش تمشي حد وهو محتاجك، ما بتعرفش تشوف حد ضعيف وما بتقفش جنبه، ما بتعرفش تبيع صاحبك او حبيبك، ما بتعرفش تشوف الغلط وتسكت، ما بتعرفش تتجرح وتسكت، ما بتعرفش تنتقم من حد اذا كان ضعيف. في حاجات كتيرة جدا انت بتعامل الناس يا برج الحوت بطيبة قلبك، وده عامل لك مشاكل كتير. حاليا انت بدأت تشيل مسؤولية اكتر، بدأت ان انت بعد ما وقعت في الحفرة اللي الناس كانوا مخططينها لك، بدأت ان انت تقوم وتعافر وتبدأ وتكمل وتقول انا قوي، انا ربنا هيكرمني، ربنا هينصرني، ربنا اكيد كاتب لي حاجات حلوة، بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الحوت، بإذن الله بفضل ربنا انت ناوي على سفر، ناوي على تغيير جذري في حياتك، لإما ناوي على سفر، لإما ناوي تغير المكان اللي انت فيه، لإما ناوي على عمل جديد والله أعلم. بص يا برج الحوت، السرقة اللي حصلت عندك أو المشروع الفشل أو الفشلان اللي حصل عندك ده سيبك منه خالص، عشان عندك نجاح الفترة اللي جاية فيه خير بإذن الله، عندك نجاح حلو جدا بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. عندك علامة صح، عندك علامة صح، يعني الفترة اللي جاية هتاخد قرار صح. بالنسبة للناس اللي انت طعنت منها واتغدرت ده سيبك منه، سيبك منه، محدش يا برج الحوت هيسيبك في حالك، انت طيب وقلبك نقي وبتحب الناس وبتحب الاخرين وبتساعد، بس دايما محدش بيسيبك في حالك، يعني لو عالجت السحر وعالجت الحسد برضو هتلاقي الف حد يحسدك تاني، ده بطيبة قلبك، ده بسبب نقاء قلبك. بص يا برج الحوت، انت بتقول يا رب انا حق هيرجع لي، انت مني ليك في دعوة بينك وما بين ربنا، انت بتدعي ربنا كتير عليها وربنا استجاب، يعني اقدر اقول لك ان شهر يوليو ده ربنا استجاب دعوتك، عندك اخبار حلوة باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. بص يا برج الحوت، ممكن كمان للناس اللي هم عايزين ينفصلوا، انا شايفة ان انتوا عندكم تجمع تاني، شايفة انه ممكن كمان ما يحصلش الانفصال او اللي انتوا ناويين عليه، بس انا شايفة ان انتوا عندكم قرار صح هتاخدوه، وعندكم تجمع بين الاحباب، لاما عندكم مولود جديد خبر حمل باذن الله. الدوامة والحيرة اللي انت فيها دي اخرتها ايه؟ اخرتها باذن الله ان ربنا هيستجيب الدعوة بتاعتك وهيديك طريق حلو جدا. برج الحوت، انت من كتر اللي انت بتشوفه من الناس وعمل لك وجع في قلبك ده، بدأت ان انت ايه تضحك في وش الناس كلها من كتر ما انت من اقرب الناس ليك اللي طعنوك. بص، المشروع الناجح اللي هينجح ويكسر الدنيا في حياتك وهيطلعك فوق يا برج الحوت، في ورقة عندك عالقة يا برج الحوت في المحكمة، او انت ناوي ان انت تدخل المحكمة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، في مشروع حلو جدا عندك، المشروع ده حلو جدا 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 عندك راحة نفسية، في رزق كبير جدا، والرزق ده هيكون من عند ربنا ليكم وفي حياتكم، وهيكون خير قوي ليكم في طريق سفر، طريق بداية، طريق فتحة خير، طريق شغل جديد، طريق هيبقى فيه مجهود ليكم انتوا مش لحد، او رزق كبير من عند ربكم هيكون قريب، طريق مش متوقعينه فهيتفتح قدامكم، في شخص بيحبكم هيحاول يصالحكم الله اعلم، الوضع بتاعكم كله هيبقى فيه
تحسن وراحه نفسيه. مين عندكم بيحلم بامنيه ان هي نفسه تتحقق، نفسه توصل للهدف؟ باذن الله الامنيه دي هتكون جميله جدا، وهتكون طاقه ايجابيه، وهتكون فرج على جميع الاسعد، لان فعلا طال انتظاركم، في تالق عندكم وفي خير على جميع الاوضاع بتاعتكم. بس حاليا حاليا انتوا خايفين، حاليا حاليا انتوا حيرانين في حاجات كتيره جدا بتمروا بيها، وبتلتزموا بالصمت، لان بتقول الصمت مفتاح الفرج، وطول ما انا ساكته طول ما الانفراجات هتكون حلوه عندي، طول ما هيكون في تقدم وهيكون في خير. فاوعوا القلق، واوعوا الحيره، واوعوا التوتر، واوعوا العراقيل اللي اذيكم. ارموا ورا ظهركم اي حاجه، في دخول حاجات جديده هتدخل على حياتكم، وفي تقدم حلو جدا على بدايه الفتره اللي جايه. الفتره دي انتم متحملين فوق الطاقه بتاعتكم، متحملين فوق طاقتكم بزياده، وبتقولوا خلاص احنا عايزين نغير، عايزين نمشي، عايزين ناخد خطوه جديده، نبعد عن اي مشاكل مأثره علينا، حاجات كتيره جدا عايزين توضحوها. وعشان كده في فكره جديده على حياتكم. الفتره دي من فترات او من امور عندكم محتاجه مجهود او محتاجه طاقه مختلفه. عندكم ان حد من المحيط بتاعكم، حد من الاصدقاء او حد من ليكم انتم، الحد ده هيقول كلام هيضايقكم شويه، وبعد كده انتم هتحاولوا ان انتم تطلعوا من العزله والروتين السلبي، لان انتم هيكون عندكم تغيير جو، تغيير مكان. بينكم وبين حد زعل خفيف، يعني زعل مش محتاج ان انتوا تقطعوه، بس زعل خفيف. الزعل ده باذن الله هيتحول لحاجه جديده، وهيبقى فيه كلام بينكم، عشان فيه خبر هيفرحكم قوي، وهيخليكم ترتبوا امور جديده في حياتكم بشكل افضل من كده. وحاولوا دايما ما تصدقوش اي حاجه في مخيلاتكم، في حاجه في حياتكم. الفتره دي فتره اي نعم انتوا بتعانوا من بعض الافكار السلبيه، لكن مستقبلكم القادم هيكون جميل، وانفراجاتكم على جميع الاسعد هتكون حلوه. الفتره دي هتركزوا فيها قوي في بعض الامور، لان هتبداوا ترتبوا حياتكم بشكل جديد، وفي اعاده لحساباتكم واموركم الماديه. بس دايما اقول احذروا من النفاق والكذب والخداع والظلم اللي متوزع عليكم. القعده الحلوه اللي هتقعدوها دي هتبقى فيها لم شم، لان انتوا بقالكم مده في نفور، بقالكم مده في ضغوط، بقالكم مده حيرانين، وجع في المعده، وجع في الجسم، ضربات قلب سريعه، في كمان مشاكل نسائيه، ممكن مشاكل في الرحم، مشاكل في عدم الخلفه، مشاكل حائر انسه، شويه مشاكل، وشويه المشاكل النسائيه مسببه لكم وجع في الظهر، ومسببه لكم الم بشكل مختلف. في كمان مناسبه حلوه هتحضروا لها، والمناسبه الحلوه اللي هتتحضروا لها دي هتكون خير ليكم، لان طال انتظاركم، وطول ما طال انتظاركم الفرحه اللي هتكون قادمه عليكم دي هتكون امور مستجده. عندكم شخص تعبكم، شخص خذلكم، شخص الشخص ده واخد من طاقتكم، الشخص ده عارف فعلا ليه اماكن معينه بيدخل فيها ليكم، مخليكم مخنوقين. هتجيلكم فرصة في الحياة، والفرصة دي مش هتتعوض تاني، لان الفرصة دي هتكون مرة واحدة في العمر. انتوا هيكون عندكم تواصل بينكم وبين حد من بعد نفور، او من بعد خزلان، من بعد كسرة قلب، من بعد وجع كبير في الحياة. وكمان هيبقى فيه يعني طاقة بعيدة عن التردد وبعيدة عن الخوف، لان طاقة التردد عندكم هي اللي مسيطرة عليكم، وهي اللي مخلياكم بتفكروا كتير جدا. فالعلاقة اللي عندكم هتتحول لطاقة جديدة، هتتحول لمواضيع جديدة، لان حالة الركود اللي عندكم على شخص مشتقله، او على شخص بيراقبكم على السوشيال ميديا، البعض منكم عنده طرف تاني، الطرف التاني ده هو المتحكم الاساسي في الاوضاع بتاعتكم، هو المتحكم الاساسي في كل حاجه عندكم. فطول ما اعصابكم بتهدى، طول ما انتوا بيبقى في تقدم، طول ما انتوا متوترين وخايفين، طول ما انتوا بترجعوا لنقطه الصفر تاني، ونقطه الصفر دي عندكم بتكون بدايه لحاجات كثيره جدا انتوا مش مستعدين لها. فعندكم امنيه هتتحقق، والامنيه دي زي ما يكون دراسه، رجوع، طاقة جديدة، فرج، حمل، الله أعلم. هي الأمنية اللي هتتحقق عندكم دي هتبقى تواصل على جميع الأسعد بتاعتكم. فياريت تخلوا بالكم من نفسكم وأعصابكم تكون هادية الفترة دي. بس الخوف اللي في قلبك. طيب عندك انت خايف على حد يا برج الحوت، زعل، تعبان، عندك حد مريض، حد ناوي يعمل عملية، حد اجهض،
ومستني يسمع خبر يفرحه الله اعلم. بس انت عندك حد زعلان عليه. فتاة الحوت، فتاة الحوت انتبهي الفترة اللي جاية عشان هيكون عندك ارتباط قوي، عندك علاقة جديدة، عندك حاجات جديدة جدا هتحسن من مزاجك وهتديكي انطلاقة جديدة في الحياة. انت بينك وما بين الشريك دايما مفيش علاقة بتكمل، دايما بيبقى في نفور، من بعد ما الامور تتظبط بترجع تبوظ تاني من غير اي سبب. بس انا شايفة ان انت عندكم تحسن باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، وعندكم حاجات حلوة جدا 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 فيها خير وفيها رزق وفيها تفاؤل. بس انتوا حاولوا تهدوا وتهدوا اعصابكم عشان الفترة اللي داخلين عليها فترة قوية جدا وفيها بعض الامور الجميلة. بص يا برج الحوت، انا عايزاك تشوف فنجانك وجمال فنجانك، عندك امور حلوة جدا حلوة، بس انت حاول تهدى وتهدي اعصابك وبلاش التوتر والحيرة والخوف والقلق اللي انت فيه. عندك كذا امنية هتتحقق باذن الله، اكتر امنية نفسك تتحقق في حياتك دي هتتحقق، بس انت حاول تهدى وتهدي اعصابك. عندك دعاء مستجاب، عندك رزق وفير باذن الله، بلاش تحس بالنحس وتقول انا كل البيبان متقفله في وشي، انا خلاص حياتي باظت. لا يا برج الحوت، عندك انطلاقه حلوه جدا 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 باذن الله بفضل ربنا. بس انت حاول لو عليك نادر اوفو بيه. الصحه عندك بتحس بكسل من وقت للتاني وبتحس بارهاق زي ما قلت لك. بعض مواليد برج الحوت عندهم القولون، بيحاولوا ان هما يمشوا على علاج معين. احب اقول لك انه صفاء قلبك وفرحتك هتكمل، خيرك ورزقك وتفاؤلك في الحياه باذن الله هيكبر. انت صبرت كتير، وكمان اقدر اقول لك ان انت صبرت في وقت محدش كان يقدر يصبر فيه ولا يستحمل اللي انت استحملته. بس انا شايفه ان انت عندك انطلاقه جديده وهيقدم لك النقله من بيت لبيت، وهيقدم لك السعاده والهنا والرزق، وكمان هيفتح لك كذا باب قدامك. واقدر اقول لك انه ده اكتر وقت هتاخد فيه القرار الصح. بس انت كون هادي وكون بلاش ان انت تتسرع، وبلاش توقع نفسك في مشاكل مع ستات كتير. احذر من العلاقة التانية او العلاقة التالتة اللي في حياتك. اتمنى لك الخير. فتاة الحوت عندك ارتباط الشهر ده في خير باذن الله وعلاقة قوية. اتمنى لك كل ما هو جميل يا برج الحوت.